الرحيم، معاكم مهندس محمد يماني. بإذن الله هنكمل النهاردة على شرح برنامج ريفت ستراكتشر، وهنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة على الجزء اللي يخص السلالم الستيرز. طيب عشان ترسم الستيرز جوه برنامج الريفت انت مش هتقدر ترسمها من خلال الريبون بتاعة ستراكتشر، فهتضطر ان انت تروح تجيبها من ريبون اركتكتشر. اول ما هتفتح الريبون فوق اهو هتلاقي ان الستير قدامك. طيب انا دلوقتي لو انا في الفايل بتاعي او في البروجكت بتاعي ده عندي 3 ليفلز زي دول، عايز ارسم سلم يبتدي من ليفل 2 ويطلع لحد ليفل 3، هعمل حاجه زي كده ازاي؟ هتيجي من عند ريبون اركتكتشر تقول له ستير، هيقول لك انهي فيو فيهم، هقول له انا عايزه يبتدي من اول ليفل 2. حلو جدا. قبل ما نبتدي نرسم اول حاجه احنا هنيجي من هنا، احنا مش بنرسم الاسامبلد ستير ده لان ده بيرسمه في ريلينجز وحاجات كده ليها علاقه بشغل العماره، احنا بنرسمه بكاستم بليس ستير اللي هو المونوليتك ده، عشان ما يبتديش ان هو يحط لي فوقيه طبقات مباني، يحط لي بقى فيه سيراميك، يحط لي فيه رخام، اي حاجه من الحاجات دي كلها، انا بقول له مونوليتك ستير. لو انا حبيت ان انا ازود اي حاجه من الحاجات دي كلها هنعرف ازاي بعد كده نجيبها ونشيلها والكلام ده كله. فاحنا نوع السلالم اللي احنا بنشتغل عليه المونوليتك ستير ده كده رقم واحد. رقم اتنين، السلم اول ما بنرسمه ما بنرسموش فيه ريلز، ما بنرسموش فيه ترابزين، فبنيجي من هنا كده عند ريلينج اقول له لا، ريلينج دي انا عايزها نان. اوكي. الخطوه اللي بعد كده هتيجي من هنا تبتدي تبص في الحاجات بتاعه البروبرتس، البيز ليفل ليفل 2، البيز اوفست عايزه يرتفع قد ايه عن ليفل 2؟ لا انا هقول له 0، انا عايزه يبتدي من اول ليفل 2 بالظبط. التوب ليفل ليفل 3 والتوب اوفست برده هخليه 0. ايه اللي بعد كده؟ هيقول لك structural repair cover، لسه ما اتكلمناش عن التسليح. desired number of stairs، هنا بيسالك على عدد السلالم اللي انت عايزه. طيب انا مثلا عايز السلالم بتاعتي يكونوا 20 سلم، هعمل 10 سلالم في اول قلبه و10 سلالم في القلبه الثانيه. بعد كده actual treed length already هو بينزله حاطط عليه treed، بيكون منزله حاطط عليه طبقه رخام، طبقه سيراميك، اي حاجه من الحاجات دي كلها. هو لو هينزلها هينزلها حاطط الثيكنس بتاعها بالقيمه دي، احنا لو مش عايزينها هنشوف ازاي ان احنا نقدر نشيلها دلوقتي زي ما احنا عايزين. تمام كده؟ طيب انا خلاص ابتديت عدلت الحاجات المهمه اللي هنا، عايز ابتدي ان انا ارسم. هتبص فوق اول حاجه هتلاقيه بيقول لك اللوكيشن لاين وكاتب لك جنبها ران ليفت. يعني ايه الكلام ده؟ معنى كده ان انت بص لو جينا نبتدي نرسم السلم هنا هتلاقي ان انت بترسم السلمه ممسوكه من شمالها. فهمتوا الفكره؟ فهو ده معناه لوكيشن لاين ليفت، ران ليفت. لو انت جيت قلت له انا عايز اخليها رايت هتلاقي ان انت لما بتيجي ترسم هتلاقي السلمه ممسوكه من يمينها، يبقى احنا كده فهمنا معناها ران ليفت وران رايت، خلاص احنا هنخليها مثلا ران ليفت. طيب الاوفست القيمه اللي هو كاتبها لك هنا دي القيمه اللي انت هتمسك منها السلمه وتبعد بيها قيمه معينه، يعني ايه؟ يعني لو انا خليت هنا دي مثلا واحد وجيت اعمل كده هتلاقي ان انت عاملها ليفت بس باعد عن المكان اللي انت اخترته مسافه كام؟ مسافه واحد. زي ما انتم شايفين السهم اللي لونه احمر ده المفروض المكان الاصلي، بس هو بيتحرك وهو ماسك الشكل بتاعك من مسافه كام؟ مسافه واحد اللي انت حددتها في الاوفست. يعني لو انا خليت الاوفست دي مثلا 3 وعملت كده، بصوا انا المفروض ان انا السلم ماسكه من ناحيه الشمال اهو، من عند المكان بتاع السهم الاحمر اللي على الشمال ده، لكن هو بعد عنه مسافه قيمتها كام؟ 3 اللي انا كتبتها في الاوفست. فانا هخلي الاوفست بتاعي بيساوي 0، بحيث ان انا زي ما انا بقف او مكان ما انا بدوس مكان ما هو بيتحرك زي ما انتم شايفين كده. اكتشوال ران ويدث ده عرض السلمه، العرض بتاع السلمه انا مثلا هخليه 2 متر، هقول له 2 متر. هتلاقوا عرض السلمه كبر زي ما انتم شايفين كده. طيب لو انا جيت ابص كده عملت زوم ان على الرسمه هتلاقيه وانا بتحرك عمال في كلام مكتوب يعني بخط داش كده بيقول لك اهو رايزر كرييتد وايه رقم معين ريميننج. انت هنا قايل له ان انت عايز 20 سلمه، هتقسمهم بقى زي ما انت عاوز. هو ما سالكش هناك ديزايرد نمبر في القلبه الاولانيه ولا الثانيه، هو هنا قال لك انت عايز كام سلمه في المجمل. فانا قايل له مثلا 20، انا هعمل اول قلبه 10 مكتوب اهو 10 رايزز كرييتد و10 ريميننج، وهدوس كليك شمال. المسافه اللي انت هتتحركها ناحيه اليمين دي ده كده العرض بتاع الصدفه بتاع السلمه، ده كده عرض اللاندنج بتاع السلمه. انا مثلا هخليها 3 متر اهو، وادوس كليك شمال وابتدي ان انا اجي الناحيه دي زي ما انتم شايفين هو اوريدي رسمها. فانت كده راسم 10 في القلبه الاولانيه و10 في القلبه الثانيه، وادوس كليك شمال. تمام؟ يبقى انت كده رسمت السلمه بتاعتك، وهو زي ما انتم شايفين عامل لك هنا سهم بيوضح لك الدايركشن بتاع السلم. خلاص خلصت، هتيجي من هنا في المود تقول له ان انت فينشد. الموضوع كده بالنسبه لك خلصان. لو انا رحت بصيت في ال 3 دي هتلاقي السلم بتاعك بالمنظر ده. تمام؟ طيب افتراضا ان انت رحت 3 دي ما لقيتش الرسمه بتاعتك، ساعتها بقى ما تنساش
زي ما اتفقنا قبل كده، ان انت هتروح جاي على ال visibility وال graphics في ال 3D. اهو انا في ال 3D اهو، هاجي هنا في ال visibility وال graphics، خلاص عشان اهي visibility وال graphics edit، وهتتأكد ان انت معلم على ال stairs هنا بحيث ان هي تظهر معاك. خلاص يبقى انت كده رسمت السلم بتاعك، ما عندكش اي مشاكل. وانت اوريدي لو عندك بقى في بلاطات مرسومه اي حاجه من الحاجات دي كلها، تقدر ان انت ترسم السلم بتاعك وسطها، مش هيبقى عندك اي مشكله. طيب نبتدي بقى نتكلم في حاجات ليها علاقه شويه بالبروبرتيز. انا دلوقتي لو جيت وقفت على السلم بتاعي ده كده اهو، الاول بس تعالوا نشوف شكله. زي ما انتم شايفين هنا هو حاطط السلم، في سلم خرسانه اهو، وحاطط فوق منه تخانه اللي هي التريد اللي احنا قلنا عليها اهي، السكنس المحطوط ده. يعني احنا مثلا جينا نغيرها وخليناها رياليستيك زي ما انتم شايفين، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. خلاص كده نبتدي بقى نتكلم. وهنا برضو الحته دي كده مايله اهو، نعدل بقى احنا في الكلام ده ازاي. هقف على السلم، هعمل كليك شمال كده، هاجي من هنا اقول له انا عايز ادخل اعمل ايديت تايب. طيب فتحنا الايديت تايب، هنبتدي بقى نبص نشوف الخصائص بتاعه السلم. هو هنا حاطط قيم، القيم دي انت مهما تعدل فيها مش هتحس بالفرق بتاعها هنا. ليه؟ لان دي حاجات هو حاططها مينيمم وماكسيمم، يعني دي قيم هو مش هيتعداها. مش هيتعداها فين؟ مش هيتعداها خلال القانون اللي هو حاطه هنا في الكالكوليشن رولز اللي هو ده، تمام. فاحنا مش هنلعب في الكالكوليشن رولز، احنا هنسيبها زي ما هي كده ونبتدي ان احنا نعدل في الحاجات اللي اوريدي اترسمت. طيب دي انا هعدل فيها ازاي؟ هاجي من هنا مثلا عند الكونستراكشن، هو بيقول لك اهو 25 ملم نوزنج، انا مش عايز الكلام ده، عايز اعدل في الحاجات دي. هتروح جاي دايس عليها من هنا كده وتدوس على العلامه اللي ظهرت اللي فيها ثلاث نقط اللي هي العلامه دي، وتدخل هنا تعدل اللي انت عايزه، تمام. هو هنا بيقول لك الاستراكشرال ديبس، الديبس اللي هو عامله لك اللي هو ده. طيب انا عايز اغيره، فهاجي من هنا كده اقول له انا عايز ده مثلا يكون 0.3 مثلا، اقول له ابلس. زي ما انتم شايفين الديبس من هنا زاد جدا، تمام. يبقى احنا كده اتفقنا الحاجات الموجوده بره دي مش هتعدل حاجه في الاترسم، الحاجات الموجوده بره دي ليها علاقه بالقانون اللي هو حاسبه. فلو انت دخلت له قيم وهي اوريدي وذن رينج، يبقى خلاص هو مش هيغير فيها. انا عايز اعدل في اي حاجه في السلم اللي اترسم، هدخل مش هدوس على ايديت دي، لا انا هدوس هنا كده. دي التخانه او الثيكنس بتاع السلم اللي هو ده، مش ده، مش بتاع المباني اللي محطوطه هنا ايا كان نوعها، لا ده بتاع الثيكنس نفسه، الخرسانه نفسها. فانا هقول له انا عايزها مثلا 0.2 واقول له ابلاي. زي ما انتم شايفين دي كده 0.2، 0.2 متر يعني 200 مللي، تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ هو هنا بيقول لك السيرفيس سموث، مش هتفرق معاك في حاجه، مش هتحس ان هي فرقت معاك في حاجه. النوع بتاع الماتيريال هو بيقول لك كونكريت، برده مش لغايه دلوقتي ما فرقتش معاك في حاجه، لان احنا لسه ما اتكلمناش على اي حاجه ليها علاقه باللودز، الكلام ده مش مهم بالنسبه لك دلوقتي. طيب تريد دي زي ما قلت لكم اللي هي الطبقه اللي هو حاططها من هنا فوق دي. طب لو انا دوست هنا كليك شمال وقلت له ابلاي، هتلاقيه شالها، ما بقتش موجوده. خلاص ارجع ارجعها تاني، خلاص هترجع تاني زي ما كانت اهي. طيب الثيكنس بتاعها 0.05 متر 5 سنتي، مش عايزها او عايز تغير القيمه بتاعتها، تبتدي ان انت تغيرها. التريد بروفايل هو عاملها ديفولت، لو دخلت انت ولعبت فيها يعني اللي موجود هنا هتلاقي كلها كاميرات خرس، كاميرات ستيل اسف اهو. انت اكيد مش هتخليها حاجه بالمنظر ده، ده كلام ممكن يتعمل مثلا في شغل الستيل لو انت بتعمل سلم حديد ولا حاجه. احنا هنخليها ديفولت زي ما هي، ابلاي اذا كنت انت عايزها. نوزنج لينث اللي هو ده، اللينث بتاعها اللي هو ده، المسافه دي انت عايزها قد ايه، تمام. احنا اتفقنا على الثيكنس خلاص، هو عايز يعرف النوزنج لينث، اللينث بتاع النوزنج ده قد ايه، تمام. فانا لو جيت مثلا قلت له انا عايز ده يكون بيساوي 1، ابلاي. بصوا كل ده كده بقى 1، عمل لها لينث، اللينث بتاعها قد ايه. هو هنا كان حاطط لها قيمه معينه خارجه بيها كده اللي هي ال 0.08 ابلاي اللي هي دي. هو فارق قد ايه الحته اللي هي هنا دي، اهي من هنا لهنا كده الحته، المسافه الصغيره دي اهي، دي كده مسافتها قد ايه. لما انا جيت خليتها 1 متر، خلى لك ان الفرق ما بين ده وما بين الحرف بتاعها عشان الناس بس تشوفها كمان مره. يعني مثلا لو جيت خليت دي 2، او لا مش 2 متر، يعني مثلا خليناها 0.1 او 0.3 ابلاي. بصوا المسافه من هنا لهنا اهي دي كده قد ايه، هو بيقول لك هنا 0.3، فاحنا بنخليها دوب جزء صغير اذا كنت انت هتحط 3، فاقول له 0.08 زي ما هو كان حاططها 0.08. ارجع تاني اخش على دي. طيب النوزنج بروفايل نفس الكلام، لو انت هتغيرها هتلاقي ان هو حاطط لك كاميرات ستيل. طيب رايزر اكيد انت يعني الرايزر دي لو انت علمت كده اكيد هو اوريدي حاطط رايزر اللي هي الجزء ده كده. هو عايز يعرف انت هتحط رايزر ولا مش هتحط رايزر. يعني ايه رايزر؟ هو عايز يعرف انت هتحط هنا طبقه
مباني عايز يعرف انت هتحط هنا حته سيراميك، حته رخام، حته بلاط، ولا مش هتحط. لو انا جيت قفلتها كده زي ما انتم شايفين ودوست ابلاي، هتلاقي ان الحته الرأسيه دي اللي كانت هنا اختفت، اللي كانت هنا كده اهو، هرجعها تاني عشان الناس تشوفها. ابلاي اهي اللي هي دي، تمام. فلو انت عايزها عايزها، مش عايزها خلاص. طب سلانتد دي معناها ايه؟ هو عايز يعرف انت عايز السلمه نفسها عايزها تبقى واخده ميل كده لبره، ولا انت عايزها تبقى فيرتيكال. فانا هجي اقول له انا مش عايزها سلانتد اهو، ابلاي، السلمه بقت فيرتيكال اهو، والتخانه او الرخامه بقت بالمنظر ده. طب انت ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز دي تكون بتساوي زيرو، ابلاي كده، هتلاقي ان هي دي ودي انطبقوا على بعض، لان انت الجزء اللي كان خارج لبره ده انت رجعته لجوه. مفهوم الكلام كده؟ طيب هنفترض ان انا جيت هنا قلت له انا عايز يظهر رايزر، هيجي هنا يسالك الرايزر ثيكنس، انت عايز التخانه بتاعت الحته الراسيه اللي هتتحط هنا تبقى قد ايه؟ فانا هقول له مثلا انا عايز التخانه بتاعتها تساوي 0.03 مثلا، ابلاي. اهي شايفين دي؟ اهي. بعد كده هيسالك انت عايز شكل الكونكشن بتاعهم مع بعض قد ايه؟ الرايز والتري، الرايزر والتري ده اسف، عايز شكل الكونكشن بتاعهم يكون عامل ازاي؟ عايزها يمدلك الرايزر ورا التريد، ولا عايز يعمل العكس، ولا عايز يعمل ما بينهم كونكشن اهو، ولا عايز هما الاثنين يكونوا مفتوحين على بعض، هتحطها كلها حته واحده مثلا. ده طبعا بيبقى صعب يحصل، دي كده بتبقى شكل جمالي مش اكتر، لان انت اكيد مش هتحط الرخام كله لازق في بعضه كده، ففي واحده بتكمل واحده بتقف، تمام. الموضوع بسيط جدا وسهل، ما فيهوش اي مشكله. خلصت الكلام ده كله، اخر حاجه هتلاقيها عندك هيسالك هنا انت عايز تحط سبورت يمين وشمال السلم ولا لا. فلو انا جيت مثلا قلت له رايت سبورت، انا عايز هخليها مثلا سترينجر، واقول له ابلاي، زي ما انتم شايفين حط لك سبورت كده، حاجه شبه الخرسانه، حاجه شبه اللي الشده الخشب اللي بتبقى موجوده اثناء التشغيل، تمام. وبعد كده هيسالك انت عايز التكنس بتاعها قد ايه، او عايز الماتيريال بتاعتها يبقى شكلها عامل ازاي. ونفس الكلام لو انت خليتها مع الليفت سبورت مثلا اهو، وقلت له ابلاي، اوكي تعال نبص على الشكل كده في ال 3 دي، نعمل له روتيشن ونتفرج، هتلاقوا الموضوع بالمنظر ده، تمام. موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. طب لو انا جيت عملت سيلكشن على السلم وقلت له اديت تايب، المره دي انا ممكن اكون مثلا داخل عشان عايز اعدل اي حاجه في اللاندنج مثلا، تمام. يعني انا عايز ادخل اعدل في الثيكنس، او عايز اعدل في الشكل بتاع اللاندنج، هعمل حاجه زي كده ازاي؟ هدوس على اللاندنج كده اهو، وهاجي من هنا كده هتلاقي بيقول لك لاندنج تايب 300 متر ثيكنس. طيب انا مش عايزه 300 متر ثيكنس، انا عايز اقلل الثيكنس بتاع اللاندنج. يعني لو احنا مثلا شلنا الجزء ده كده، اشيل بس السترينجر اللي احنا حطيناه ده، اديت تايب، انا هدخل عند دي كده اقول له لا انا عايز دي نان، وعايز دي كمان نان، ابلاي اهو. طيب اللاندنج اللي هو الصدفه بتاعت السلمه دي اللي بتكون في منسوب نص الدور، انا مثلا عايز اعدل عليها لاندنج تايب، قال لك 300 متر ثيكنس، انا هدخل عليها مثلا اقول له لا انا عايزها تكون اصغر، فهقول له 0.01 مثلا، ابلاي، هتلاقي ان الثيكنس بتاعها بقى بالمنظر ده، تمام. عشان بس لو حد حابب ان هو يعرف بتتعدل ازاي، هتلاقي ان الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشاكل. كده احنا بالنسبه لنا سلم ما فيش فيه اي مشكله، هيبقى فاضل لنا بس في السلم ان احنا نتكلم على الجزء الخاص بالتسليح، وده باذن الله هنتكلم عنه بعد كده في التسليح، لما نتكلم في التسليح في كل العناصر الانشائيه بتاعتنا ان شاء الله، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.